حزب حماة وطن بيدشن عدد من المشروعات التنموية في عدد من المحافظات، والمرة دي كانوا في الفيوم. خلينا نشوف جزء من جولتهم في المحافظات ونرجع. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، يواصل قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفعاليات التي تخدم المواطنين في كافة أنحاء البلاد. واليوم يصل قطار الحزب إلى محافظة الفيوم، حيث بدأت الفعاليات باستقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقيادات حزب حماة الوطن بمبنى المحافظة، وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حزب حماة الوطن افتتح أيضا مقر أمانته الجديد في محافظة الفيوم، وذلك بحضور الفريق جلال هريدي رئيس الحزب. الحزب افتتح كذلك في جولته بالفيوم مركز الأمل 16 بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، لتقديم خدمات في التعليم والحرف اليدوية والتسويق. بالإضافة لتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم، فضلا عن تخصيص فصل لمحو الأمية لكبار السن، اختتم وفد حزب حماة الوطن جولته في محافظة الفيوم باحتفالية هدية الرئيس لزواج عدد كبير من المستحقين الأيتام. النائب لواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ، ماذا تقدمون في الفيوم سيادة النائب؟ تحياتي حضرتك لبيب سالم ولأسرة البرنامج والقناة. في الحقيقة حزب حماة الوطن أخذ على عاتقه منذ عامين تقريبا الخدمة المجتمعية لجميع المواطنين على مستوى المحافظات، وذلك من خلال مراكز الأمل اللي بدأنا في إطلاقها منذ أن وجه السيد الرئيس الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أنها تتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الدولة لخدمة المواطن في كافة المجالات الخاصة بالخدمة المجتمعية. احنا فتحنا حاجة اسمها مركز الأمل. مركز الأمل ده كان بدايته كان في حزبة الهجانة وحقيقة الفكري، لما سيادة الرئيس عمل أو افتتح محور هشام زوابي ووجه إن لازم تقدموا خدمات، يعني الدولة تعمل خدمات للناس دلوقتي لأن المحاور اتفتحت وممكن تقدر توصل لهم. احنا فتحنا أول مركز الأمل في خلال أيام قليلة، وده بيقدم خدمات مجتمعية للمواطنين. بعد كده انتقلنا لعدة محافظات وفتحنا أكثر من 25 مركز أمل خلال العام السابق، ومن وقتها احنا بنستهدف إن شاء الله في نهاية هذا العام عام 23 إن احنا نوصل إلى 100 مركز على أمل على مستوى المحافظات بيقدم خدمات. ايه هي الخدمات بقى سياده النائب اللي بتقدموها في مراكز الامل؟ طيب اول حاجه حضرتك ان احنا الخدمات كنا بنتوجه ان احنا نخدم المراه المعيله، بقينا دلوقتي بنتوجه ان احنا نخدم الاسره بالكامل في توفير خدمه التشغيليه زي التطريز وزي التوظيف في بعض الوظائف للشباب او للأهالي بدرجات متنوعة، وزي ما حضرتك شايفة المشغل في التقرير ده مشغل يعتبر من أكبر المشاغل اللي افتتحناها على مستوى المحافظات. ده بيشغل تقريبا حوالي 100 أسرة. ال 100 أسرة دي بيستفيد من هذا التشغيل أكثر من 100 أسرة أخرى بتشغل المنتجات اللي بتخرج من هذا المنتج اللي بينتجوه. عايز اقول لحضرتك ان احنا بنوفر الاجهزه والمعدات للتشغيل وبنوفر الخدمات، واحنا المسؤولين عن التسويق برضه لهذه المنتجات. وانا قبل ما اطلع الفيوم باسبوع
وجهت ان احنا نعمل 5000 تيشيرت و5000 طاقيه للمركز ده، ودفعنا لهم تقريبا يعني اكتر من 200000 جنيه عشان يبتدوا يشتغلوا، وفعلا اشتغلوا وانتجوا الحاجات دي في خلال اسبوع، انتجوا الكميه اللي احنا الحزب محتاجها، حاجات خاصه بالحزب يعني. طب غير التشغيل للمراه للسيدات وللنساء، هل في انشطه اخرى، تدريبات اخرى؟ طبعا انا جاي لحضرتك. الحاجه الاخرى ان احنا في فاتحين حاجه اسمها فصول تخاطب تنسيقا مع وزاره التضامن، وبيتم الاشراف عليها. فصول تخاطب دي للاولاد ذوي الاحتياجات، بتساعد الاطفال ان هم يقدروا يبقوا طبيعيين في وسط الاطفال الاخرين نتيجه التاثر في او التلعثم في الكلام او اي سلوكيات مختلفه كده للطفل، بتبقى طفل دي هايبر اكتف شويه، بيبقى في قدره استيعابيه وتوجيه ليه. الحاجه الثالثه ان احنا بنفتح فصول نحو 100 لكبار السن، وفصول تدريب للتوعيه والتثقيف الاسر. كل ده طبعا تحت مظله حياه كريمه حضرتك. كل ده عايزين نوصل بهذه المراكز تبقى موجوده في جميع قرى حياه كريمه، او على الاقل قريه تخدم بعض القرى اللي بتحيط بقرى حياه كريمه. انا هنا زي ما حضرتك شايفه في التقرير بفرح جماعي لايتام القريه دي وبعض القرى المجاوره، يصل حوالي 32 يتيم من العرايس والاجسام، وقدرنا نوفر لهم جميع الاجهزه المنزليه، ودي كانت هديه السيد الرئيس ليهم، بحيث يبقوا هم قادرين ان شاء الله ان هم يفتحوا بيت ونقدر نساعدهم في اي حاجه يطلبوها مستقبلا ان شاء الله. شكرا، بشكرك ست النائب اللواء طارق نصير، امين عام حزب حماة وطن.